كمان وزارة التنميه المحليه الحيه رفعت درجه الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الربيع وعيد القيامه اللي احتفلنا بيه بالامس ووجهت المحافظات بتشكيل فرق الطوارئ جاهزه لاصلاح اي اعطال في المرافق والخدمات ورفع كفاءه ونظافه الميادين والحدائق العامه واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري اللي بيليق بها. مع ضروره تكثيف التواجد الميداني للاجهزه التنفيذيه بالاماكن الترفيهيه والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافه المناطق السياحيه بالمحافظات للعمل على راحه المواطنين اللي بيحتفلوا باعياد الربيع وشم النسيم. لليوم الثاني على التوالي وفي اطار احتفالات اعياد الربيع وشم النسيم بتقدم الشركه المتحده الخدمات العالمية بالتعاون مع شركه تذكرتي حفلات ليالي مصر مشروع ترفيهي بيتم تنظيمه لأول مرة في عدد كبير من محافظات الجمهورية حفلات ليالي مصر بيحييها عدد كبير من ألمع نجوم مصر والعالم العربي بهدف الترفيه عن الجمهور وكمان ترويج للمحافظات اللي بيقام فيها الحفلات دي كمقصد للسياحة الداخلية امبارح أحيا الفنان حكيم والفنان محمد عدوية أول حفلة من حفلات ليالي مصر داخل نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية الحفل الحقيقة لقى والجماهيري كبير والنهارده المقرر ان يحيي الفنان رامي صبري والفنان الشعبي مسلم تاني حفلات ليالي مصر في مدينه العبور بالقاهره